بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد سلطان. النهارده ان شاء الله هكلمكم عن موضوع بعنوان نتورك بروجرامر او مبرمج شبكات. طبعا العنوان غريب للناس بتوع النتورك، ايه اللي دخل برمجه في الشبكات؟ هو الحقيقه ان البرمجه موجوده في كل مكان زي الشبكات بالظبط، ما هي موجوده في كل مكان. كويس، الموضوع ده هيكون فوكسد قوي للناس اللي شغالين في مجال النتورك والناس اللي بتفكر تدخل على النتورك ومش عارفه كل خباياها او كل اسرارها. في اكتريه الناس مفكرين النتورك ده ان هو يعني واحد بيقرج وواحد تاني ماسك السلك الناحيه التانيه وقاعدين بيلعبوا نط الحبل بالسلك. الموضوع مش كده خالص. عشان كده في الفيديو ده اللي هيكون مدته صغيره جدا هتكلم فيه عن البرمجه بشكل عام، وبعد كده هتكلم على النتورك بروجرامنج بشكل خاص. عشان كده تاني بقول لك ان انا مش هتكلم في الفيديو ده كاني نتورك انجينير، لكن هتكلم كاني كمبيوتر ساينس سبيشالست. حلو، عشان كده عايزك في الكام سلايد اللي جايين اللي هم من غير صور خالص فخلصهم بسرعه، عايزك تركز معايا قوي في اللي بقوله. طبعا في اسئله كتير بتدور في دماغك، في بعض الاسئله انت كنت عايز حد يجاوبك عليها قبل كده وما تلاقيش حد يجاوب، عشان كده الكومنتات اللي على الفيديو هتساعدك كتير لو انت كتبت الكومنت بتاعك، وهتلاقيني برد عليك في اسرع وقت ان شاء الله. خلينا نبتدي باول حاجه، بروجرامر فور وات. انت عايز تكون مبرمج لايه بالظبط؟ لما نيجي نتكلم على البرمجه ممكن نختصرها في اربع نقط، او ممكن نتكلم عن الكاتيجوريز بتاعتها في اربع نقط اساسيه. هل انت عايز تعمل ديسكتوب ابلكيشنز؟ يعني انت عايز تعمل برنامج بتنزله عندك على الديسكتوب سواء ويندوز او ماك او لينوكس وبتسطبه كليك يمين ران ادمنستريتور او كليكين لو ملف اي اكس اي بتسطبه نيكس 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 لحد ما تسطبه عندك على الديسكتوب وبعد كده بتعرف تفتحه، ولا هل انت عايز تعمل ويب ابلكيشنز؟ عايز تعمل برامج او ابلكيشنز بتشتغل على الويب، بتشتغل عن طريق صفحه الانترنت كروم فايرفوكس فاري واتيفر، ولا هل انت عايز تعمل موبايل ابلكيشنز؟ عايز تعمل ابلكيشن او برنامج صغير بيشتغل على الموبايل بتاعك، سواء الموبايل ده كان نوكيا سواء سامسونج سواء ايفون، ولا اخر حاجه عايز تعمل سكريبتنج ابلكيشنز؟ عايز تعمل ابلكيشن عباره عن سكريبت، حاجه بسيطه كده وخفيفه وانا بستخدمها كتير، وليكن مثلا بقول لك انا عايز اعمل سكريبت يعمل لي شوت داون للجهاز بتاعي كل يعني تايمر كده يعدي لي ساعه ويقوم قافل الجهاز. عايز اعمل سكريبت يشغل لي ميوزك معينه اول ما افتح الجهاز. عايز اعمل سكريبت يخلي لي مثلا الصور بتاعتي اي صور بحطها في الفولدر فلاني يرتبها لي على حسب التاريخ وحسب الاسم. دي بنسميها سكريبتنج ابلكيشن. كويس، خلينا نمسكهم واحده واحده. يعني ايه الديسكتوب ابلكيشن؟ الديسكتوب ابلكيشن لما اجي اعمله البرنامج ببساطه ما عندك على الجهاز بتاعك بكون مديك ملف تنفيذي. الملف التنفيذي ده انت كيوزر او كاند يوزر مالكش دعوه خالص البرنامج ده معمول ازاي، كل عليك اللي انت بتنزل البرنامج وتسطبه واتفر بقى الكود بتاعه كان مكتوب ازاي. عشان اعمل ديسكتوب ابلكيشن ففي لغات برمجه بتخليني اعمل البرنامج ده. يعني بالظبط احنا ممكن نقول البروجرامنج كاني بقول للكمبيوتر انا عايزك تعمل لي الاوامر دي 1 2 3 4، فعشان اقول للكمبيوتر خد الاوامر دي نفذها فلازم اكتب البرنامج بتاعي او الاوامر ديت بلغه برمجه يفهمها الكمبيوتر. عشان كده في عندك لغات كتير مخصصه مثلا ديسكتوب، اشهرها مثلا وليكن بتاعه مايكروسوفت سي شارب، وعندك سي بلس بلس، وعندك السي، وعندك الجافا، وعندك الفيجوال بيزك. طبعا السي والسي بلس بلس لو حد عنده هيستوري كويسه هيعرف ان دول كانوا مشاركين في الاوبرنج سيستم بتاع اليونكس وبتاع الويندوز، الاوبرنج سيستمز اللي هي الثقيله اللي شغاله من زمان، فدول داخلين في الكيرنل او في النواه الاساسيه بتاعت الاوبرنج سيستم نفسه. حلو، السي شارب هي كفيجوال جميله جدا وظريفه، ومايكروسوفت كل فتره بتنزل لها تعديلات وبتنزل لها واجهات احسن وبتنزل البيئه اللي انت بتكتب فيها البرامج ديت اللي هي وليكن مثلا فيجوال ستوديو بتنزله لك. انت خلاص دلوقتي انت كيوزر او كبروجرامر ما عدتش هتعرف تعمل اي حاجه كود، يعني انت جاست دراج ودروب وشوف انت بس اعمل لي كاستمايز انت عايز الشكل يكون ايه بتاع البرنامج. جميل، فالناس اللي بتفوكس على ديسكتوب ابلكيشنز اللي هم البروجرامرز او اللي هم عايزين يدخلوا الكارير بتاع البروجرامنج يقول خلاص انا قررت ادخل ديسكتوب ابلكيشنز ومثلا هستخدم لغه سي شارب. طبعا في انت كمبرمج ممكن تستخدم اكتر من لغه على حسب الاحترافيه بتاعتك، في ناس شغاله سي شارب بس، في ناس تعرف سي شارب وسي، في ناس تعرف سي شارب وجافا والسي بلس بلس. اوكي، انت طبيعي بعد كده لما تيجي بتشتغل بتقول انا جافا ديفلوبر او سي شارب ديفلوبر او سي ديفلوبر، انت اوريدي بتفوكس على لغه واحده بس عشان ما تشتتش نفسك، وطبيعي المكان اللي انت بتكون شغال فيه بيجبرك ان انت تستخدم لغه واحده بس. اوكي، انا دلوقتي بعطيك الكي وورد بتاع
اللغات هيت انت ممكن دلوقتي تجوجل عليها على طول، تعرف معلومات عنها اكتر، مين اللي اخترعها، طلعت سنه كام، طب ايه مميزاتها، طب ايه عيوبها، طب مين اكتر الجهات اللي بتستخدم اللغه ديت، طب هل جوجل شغاله بايه، فيسبوك شغاله بايه. اوكي الحاجات دي كلها انت ممكن تسيرش عليها وهتلاقي فيه مقالات جميله جدا، بس عشان وقت الفيديو انا مش هتطرق ليه. تاني حاجه، لو انا عايز اعمل ويب ابلكيشنز، عايز اعمل ابلكيشن بيشتغل على الويب، وليكن مثلا فيسبوك، فيسبوك ده ابلكيشن ويب ابلكيشن بس كبير قوي. فضل هو كان بادئ يدوب حاجه بسيطه، صفحه ريجستريشن، بتسجل اسمك، بتخش تعمل اد لفريند، بتبعت له مسج، بتكلموا بعض. بعد كده بدا يتوسع اكتر، ضافوا له حاجه اسمها الجيمز، ضافوا له حاجه اسمها الايفنت، ضافوا له حاجه اسمها ال واتيفر، يعني اي حاجه دلوقتي انتجريت في الفيسبوك دي كلها جت بالتطوير. يعني ما طلعش من اول 2004 طلع كامل، لا ده 2004 طلعينه بشكل، 2005 ضافوا فيه، 2006 ضافوا فيه. فده ممكن تقول ويب ابلكيشن كبير جدا، حاليا فيه اكتر من مليار يوزر تقريبا. الفيسبوك معمول بلغه اسمها بي اتش بي، دي اللغه البيز او الكور لانجويج بتاعته بي اتش بي. معمول فيه حاجات تانية بالجافا سكريبت، بال اتش ام ال، بال سي اس اس، بالفلاش، بال اتش ام ال 5. في لغات الويب دي كلها بتعمل انتجريشن مع بعضها. يعني مثلا تكون عامل ابلكيشن ببي اتش بي، انت عشان تزود له حركه وانيميشن وهيصه كده بتقوم عامل استخدم لغه اسمها جافا سكريبت. عايز تزود له مثلا حاجات كاستمايز للالوان وفي والبانلز والهيدر والفوتر، بتستخدم حاجه اسمها لغه التنصيص اللي هي السي اس اس. اوكي طبعا البي اتش بي لو حد هيسيرش عليها هيعرف ان هي لغه اوبن سورس، مفتوحه المصدر، الديفلوبرز بتوعها كتير جدا. هو عامه خدها قاعده كده، اي حاجه اوبن سورس هتلاقي الديفلوبرز اللي بيستخدموها اكتر بكتير من الحاجات الكلوزد سورس. طبعا الاي اس بي لغه برمجه مقدمه من مايكروسوفت، برضو بتعمل لك ويب ابلكيشنز وشعبيتها كبيره جدا، ويمكن اغلب الويب سيرفرز شغاله بيها كاي اس بي. هو يمكن لما يجي نتكلم حاجات الاوبن سورس عن حاجات مايكروسوفت بشكل خاص، انت ممكن تقول الدعم، الدعم نفسه اللي هتلاقيه في الاوبن سورس كوميونتي هتلاقيه اكبر بكتير من الحاجات الكلوزد سورس. يعني مثلا سي ان في مثلا 1000 بروجرامر بيستخدموا اي اس بي، انما البي اتش بي مثلا بالمقارنه بيها طبعا فور اكزامبل هتلاقي مثلا في مليون. فانت دلوقتي لما تيجي تسال سؤال في البي اتش بي مثلا هتلاقي في مليون واحد بيردوا عليك، انما هنا في الاي اس بي هتلاقي 1000 يوزر بيردوا عليك. طبعا الاي اس بي انت بتكون لازم تكون شاري لها رخصه، ولازم تكون سيريال بتاعك انت ومن مايكروسوفت، في اللايسنس بتاعتك لازم تكون فاليد. طبعا نظير الكلام ده مايكروسوفت بتعطيك امتيازات تانية عن الناس شغالين اوبن سورس، بتعطيك استشارات، بتعطيك نسخ مجانيه، بتعطيك تمبلتس مفتوحه انت ممكن تايديت فيها على طول. طبعا الحاجات دي كلها دي ترجع لك انت بقى، انت عايز تستخدم ايه. كويس، بس هنا انا جايب لك اللغات الاساسيه اس بي، بي اتش بي، جافا سكريبت، اتش ام ال، اند سي اس اس. طبعا في كتير جدا، انا بس هنا جايب لك مجرد ذكر فقط عشان افتح لك الدنيا فيها ماشيه ازاي. الموبايل ابلكيشنز، الموبايل ابلكيشنز طبعا كلنا دلوقتي سمعنا الاندرويد، سمعنا عن صرخه الاندرويد اللي هو تقريبا يعني بيبتدي ياكل في العالم دلوقتي، ان يحول كل الموبايلات تستخدم اوبرينج سيستم اندرويد. اوبرينج سيستم اندرويد هو اصلا جزء من لينوكس، النواه بتاعته نواه لينوكس، بس داخل فيه برمجه الجافا، يعني لغه برمجه جافا داخله في برمجه الاندرويد. عشان كده لو حد عايز يعمل برامج او العاب او جاليريز او اي حاجه لموبايلات الاندرويد لازم يستخدم لغه اسمها جافا. طبعا انت ممكن تستخدم اي لغه من اللغات التانية ديت، يعني مثلا السي شارب، الفيجوال بيزك، البي اتش بي، الجافا سكريبت، هتستخدمها عشان تعمل موبايل ابلكيشن للاندرويد، بس ساعتها تستخدم معاها حاجه اسمها الفريم ورك او المكتبات. انا دلوقتي عندي السي شارب دي ديسكتوب ابلكيشن، عشان اخليها تشتغل موبايل ابلكيشن فبزود لها لايبراري كده او زي اداه مساعده تخليني اتنقل من الديسكتوب اخليني اعمل موبايل بس بنفس اللغه بتاعت السي شارب. انت ممكن تقول الفريم ورك دي زي خلاط كده، انا بكتب بيه الكود بتاعي اللي هو باللغه الاساسيه، وبعد كده بخليه هو اللي يحوله على الموبايل، بيزود لي بقى الاكواد، بيزود لي التنصيص، بيزود لي السيمي كولونز، الحاجات دي كلها السنتكس هو اللي بيزودها لي اوتوماتيك. اللغه الثانيه عشان لو انت عايز تدخل في الموبايل ابلكيشن هي لغه الاوبجكتيف سي، اللي هي اساسا لغه سي بس جزء منها، وديت الناس اللي بيطوروا ابلكيشنز للايفونز. اي حد عايز يعمل ابلكيشن ايفون بيستخدم بالاساس او الكور بتاعه لغه اسمها اوبجكتيف سي. طبعا انت ممكن تستخدم اي لغه تانية من فوق زي ما قلت لك، وتستخدم معاها مكتبات او لايبراريز او فريم ورك وهي بتطلع لك الكود بتاعها. طبعا انا ليه اتكلمت على جافا واوبجكتيف سي بس؟ عشان هم دول الجافا اندرويد والاوبجكتيف سي الايفون، وهو ده تقريبا اغلب الابلكيشنز دلوقتي كلها بتاعت الاندرويد وبتاعت الايفون كلهم معمولين بيها.
طبعا كان في عندك موبايلات زي نوكيا، موبايلات زي مثلا موتوريلا، الحاجات دي كلها كانت شغاله بروك سيستم خاصه بيها، وليكن مثلا سيمبيان. جت فتره نوكيا عملت اتفاقيات مع مايكروسوفت، بدات تحول كل الموبايلز بتاعتها لويندوز 7 فون او ويندوز فون بشكل عام، وبداوا برضو عشان انت تعمل الابلكيشنز بتاعت نوكيا اللي هي على الويندوز فون بتستخدم اي لغه من لغات مايكروسوفت، وليكن السي شارب او اس بي، وبتحول الصفحات بتاعتك اللي هي تبقى ابلكيشن يشتغل على الويندوز فون. اخر حاجه السكريبتنج لانجويج. لو انا بقى عايز اعمل سكريبتات، وهو ده يمكن اكتر فوكس للناس الادمنستريتورز، الناس بتوع النتورك، الناس بتوع الديفلوبرز المحترفين، الراجل دايما محتاج حاجه تسرع له شغله، محتاج سكريبت سريع كده يرنه وبعد كده يعمل له الشغل بتاعه، بدل ما يقول مثلا انا كل يوم مثلا عايز اخلص التاسكات بتاعتي، فانا مثلا بعمل ابلكيشن صغير بقول له فكرني بالتاسكات بتاعتي، او كل تاسك بعمله بقوم عامل قدامه عامل لها تشيك، او هو مثلا يفكرني، ممكن اعمل زي منبه صغير كده بالبايثون بالروبي بالبيرل. يمكن هنا عايز اتكلم عن الروبي شويه. الروبي هنا للناس الادمنستريتور والناس الاسكال هاكرز والناس النتورك، الروبي داخله انتجريتد في مشاريع كتير، اشهرها مشروع اسمه ميتا سبلويت. مشروع ميتا سبلويت ده اللي هو اكبر فريم ورك ممكن من خلالها اعمل عمليه بنتريشن تيستينج للويبس، للويب ابلكيشنز او الويب سايتس، وممكن للسيستمز كمان. فانا دلوقتي تخيل انت شغال على نظام، النظام ده مكتوب بلغه اسمها روبي، فانت مستقبلا لو انت عارف لغه روبي ممكن تعمل نفسك حاجه اسمها مديولز. انت شغال دلوقتي بالميتا سبلويت، فانت بتجيب المديول بتاعك اللي انت عامله بالروبي بتدخله على المشروع بتاع الميتا سبلويت، عشان طبعا الميتا سبلويت اوبن سورس فري، فانت بتقوم مدخله عليه بترن المديول بتاعك انت. يعني انت مثلا عندك في الميتا سبلويت في عندك مثلا اكسبلويت بتخليك تخترق ويندوز 7، اكسبلويت بتخليك تخترق الويب سيرفر او الويب بيج المعموله بالاي اس بي، في اكسبلويت بتخليك تخترق مثلا مدونات الووردبريس. انا هنا مثلا حاليا دخلت على الميتا سبلويت بابلكيشن انا كتبت روبي، قلت مثلا عايز اخترق الراوترات اللي نوعها مثلا تي بي لينك او الدي لينك، فالابلكيشنز ده او الموديولز ديت ما كانتش موجوده في مشروع الميتا سبلويت، فانا دلوقتي عايز ادخلها جواه، فبكتب الابلكيشن بتاعه بروبي وبعد كده بدخله وبرن الموديول ده كل شويه. انا ما اجي اشتغل اهاك على ويب ابلكيشنز مثلا وليكن راوترات تي بي لينك. حلو. فانت هنا السكريبتنج لانجويج او السكريبتنج ابلكيشنز مدياك فليكسبيليتي اكتر، مدياك مرونه اكتر في التعامل، مش محجماك قوي. انت عايز تعمل اي حاجه اعملها، عايز ترفع اي حاجه ارفعها على النت، مفيش حد هقول لك حاجه. انت عايز كمان مشاركه من الناس بتقول له بعد اذنك انا كتبت الكود ده عايز رايك فيه، انت بعد اذنك بما انك انت ديفلوبر محترف وقديم فانا عايزك تراجع لي الكود ده وتشوف هل هيستهلك حجم في الذاكره بتاعت الجهاز لما اجي اشغله ولا لا. انا عايزه مثلا يترن بسرعه بدل ما يترن في ثانيه، انا عايزه مثلا في جزء من الثانيه، عايزه مثلا يشتغل في الباك جراوند مش لازم كل مره يفتح لي ويندو. اوكي. الاربع تصنيفات دول، انا دلوقتي كنتورك انجينير لما اجي احب ادخل على البروجرامنج ايه اكتر لغه ممكن تستهويني او تجذبني؟ لو انا عايز مثلا اعمل ديسكتوب ابلكيشنز عندك مثلا سي شارب كويسه جدا وجميله وسهله التعلم. ممكن مثلا اعمل ديسكتوب ابلكيشن زي ايه في النتورك؟ وليكن مثلا السي دي ممكن تعمل لان ماسنجر، ممكن اعمل ماسنجر او ممكن اعمل ابلكيشن كده احنا للناس بتوع اللان بس الشبكه الداخليه. انا دلوقتي احمد سلطان، اول ما دخلت على الجهاز دخلت باليوزر نيم والباسورد بتاعي، في جنبي محمد قاعد، في جنبي علي قاعد، بدل ما كل شويه اقوم على المكتب بتاعه احنا قاعدين بنتكلم بعض شات، بس الشات داخلي بس. واحد هيقول لي طب ما احنا ممكن نعمل كده مع بعض على الياهو، افرض بقى النت فصل هتعمل ايه؟ فانا عشان كده قلت لك لان ماسنجر. ممكن لان ماسنجر ده اضيف عليه خواص، ممكن انا اكلم محمد مثلا لو في اوضه ثانيه او مكان بعيد، ممكن اكلمه عن طريق الفيديو او اكلمه صوت زي مثلا سكايب. فتخيل مثلا انت دلوقتي معايا برنامج، البرنامج ده بيشتغل على الشبكات الداخليه، بيديله مثلا السبنت الفلاني بتقول له مثلا عايزك تشتغل لي على الشبكه اللي هي 192.168.1.0، هو بيعمل سكان بيجيب لك كل الكمبيوترز اللي موجوده دلوقتي في السبنت ده وبيخليكوا تكلموا بعض فور فري. يا سلام بقى لو عملت نفس الابلكيشن ده عملته على الموبايلات بالجافا للاندرويد للاندرويد موبايلز، عملت دلوقتي ابلكيشن بيخليني انا بالموبايل بتاعي اكلم اي حد في الشبكه بتاعتي بالموبايل بتاعه برضه. يا سلام عملت لو عملته نفسه هو عن طريق الويب ابلكيشن، يا سلام لو عملته سكريبتنج. شوف انت بس انت عايز فكره وبعد كده بتحدد الفكره دي لما اجي اعملها هي ايه انسب حاجه ليها، هل اعملها ديسكتوب تتسطب ولا اعملها ويب اي حد ممكن يوصل لها، ولا اعملها موبايل، ولا اعملها سكريبتنج. في بعض الناس لما تيجي تبص دلوقتي بتبص على المستقبل رايح فين، المستقبل حاليا كله في الموبايل ابلكيشنز. انا اعرف ناس يعني بيخش لهم ملايين من ابلكيشن واحد بس كده رفعه الاندرويد ولا الايفون، في شركة معينة اشترته
بقت راعيه لي كل شويه بيجي له مكاسب، وليكن مثلا سنت كمان رفعت الابلكيشن بتاعك ده مثلا على جوجل بلاي او على الماركت بتاع جوجل، رفعته مثلا بدولار، شوف كل واحد كام واحد بينزله في اليوم. ده لسه من يومين بس، النهارده انا بس عشان اقول لكم تاريخ النهارده 28/3/2013، لسه من يومين او 3 ايام بالظبط، في شاب عنده 17 سنه عمل ابلكيشن للموبايل للاندرويد. ياهو شافت الابلكيشن ده، ياهو اشترت منه الابلكيشن فيما يزيد عن 30 مليون دولار. واو، شاب عنده 17 سنه بيعمل ابلكيشن، الابلكيشن ده يا دوب كان بيقرا النيوز، بيقرا اخبار من عليه وقام رفعه. فياهو شافت الابلكيشن قالت ده جميل جدا والواد ده مستقبله كويس، فقالت اول حاجه هنشتري منك الفكره ديت، ثانيا احنا هنوظفك معانا في ياهو. فانت دلوقتي انت بتعمل ابلكيشن او بتعمل فكره، انت مش عارف الفكره دي هتفيد مين ومين اللي هيشتريها منك. فدلوقتي الموبايل ابلكيشن بيدخل فلوس للناس اكتر من اللي بيبيع مخدرات تقريبا يعني. اوكي، فعندك موبايل ابلكيشن جميل جدا. انت بقى كنتورك انجينير، انت ممكن ازاي تعمل له انتجريت مع النتورك، دي حاجه ترجع لك. ممكن تعمل مثلا ابلكيشن للموبايل بتاعك بيخليك مثلا تراجع على السبنتات، بتدي له مثلا السبنت، بتدي له مثلا الاي بي، وتقول له مثلا عايز الكلاس بتاعته، عايز النتورك، عايز البرودكاست، عايز الفيرست اي دي، عايز اللاست اي دي. ده بقى كمثال. ممكن مثلا اعمل ابلكيشن يخليني اعمل تلنت على الراوترات بتاعه سيسكو. ممكن اعمل ابلكيشن يخليني اعمل مانجمنت او عمليه اداره للسيرفرات اللي عندي، هل فيها فيرتشواليزيشن او فيها اي حاجه. شوف انت اعمل انتجريت لاي حاجه. عشان كده الشركات الكبيره انت كنتورك انجينير بيكون معاك واحد زميلك سي شارب مثلا ديفلوبر، بيكون معاك واحد زميلك ويب ديفلوبر، بيكون معاك واحد زميلك سكريبتنج ديفلوبر، انتوا كلكم بتكملوا بعض. بس انت حاليا ممكن تكون انت عندك القابليه ديت، ممكن تتعلم لغه برمجه وتقول طب انا اعمل الكلام ده، انا استنى حد يعملها لي ليه. مثلا ممكن يكون انت عندك مشروع، المشروع ده عايزه مثلا ينجح ويكبر، فبدل ما تجيب واحد ما هوش فاهم اللي انت بتقوله، طب انا دلوقتي اقرا من نفسي لغات البرمجه، ابتدي اتعلمها، ابتدي اكتب كود بنفسي، ابتدي اعمل له رن واشوف يمكن حظي يطلع كويس وحد يشتري مني، وليكن سيسكو مثلا. اوكي، فهو ده يمكن تقريبا الاربع نقط دول اللي هم دول التصنيفات بتاعه البروجرامنج لاي حد دلوقتي بيدخل المجال بيبتدي يبص عليها، يقول انا عايز اتخصص في ايه، واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه. بس المستقبل حاليا كله للموبايل ابلكيشنز. النقطه اللي بعد كده عايز اتكلم عنها الكونديشنز، هل في شروط انا مفروض اطبقها عشان ادخل المجال ده واحترف فيه او يكون ده هو الكارير بتاعي بعد كده؟ اول حاجه ريدنج، ومش ريدنج بس، ده ريدنج الوت. انت دلوقتي بتقرا، انت لو بتقرا في الشبكات صفحه في اليوم، لا انت عندك هنا في البرمجه عايزك تقرا 10 صفحات في اليوم. مش عشان حاجه، ده انت كل ما تقرا اكتر كل ما خبرتك بتزيد. وخلي بالك هنا كمان، لما تيجي تقرا انت بتقرا كتب برمجه لاكتر من مؤلف، كل مؤلف كتبها بصيغه، كل مؤلف عمل امثله عن التاني، كل مؤلف له طريقه شرح. فانت لما تقرا من ده وتشوف الامثله بتاعته وتطبقها، وتشوف من ده والامثله بتاعته وتطبقها، خبرتك انت بتزيد. يبقى انت دلوقتي كان في اتنين انستراكتورز قاعدين بيشرحوا لك، ده شرحها بطريقه وده شرحها بطريقه. انت كديفلوبر بعد كده بتاخد منه فكره وبتاخد منه فكره، بتاخد من ده طريقه وتاخد من ده طريقه، وتشوف هو عملها ازاي، وتشوف احسن واحده فيهم واسهلها وبتعمل كويس. تاني حاجه براكتس مور اند مور. لو كنت بقول لك في الشبكات انت المفروض بتطبق اللاب مره، انت هنا عندك في البروجرامنج انت عشان افرق، انا دلوقتي كانترفيور جاي اعمل انترفيو لاثنين ابليكانس متقدمين ليا، التاء ده وده كل واحد هديهم فكره ابلكيشن والاثنين فكره واحده، يعني مثلا هقول الاثنين يعملوا لي اله حاسبه. اوكي، وقدامكم مثلا نص ساعه، في واحد عمل لي اله حاسبه في ربع ساعه والتاني عملها لي في نص ساعه. اللي عملها لي في ربع ساعه ده عمل لي الاله حاسبه بس بعد ما كتب تقريبا 30 سطر كود في البرنامج. بتاع نص ساعه عملها لي في 10 سطور او 9 سطور. انا دلوقتي كانترفيور او انا دلوقتي كشركه عايز اوظف واحد منهم، اوظف مين؟ اوظف اللي عملها لي في عدد سطور اقل، فاهمني؟ عشان دلوقتي لما اخد ده اقولك ده انت بعد كده في ابلكيشنز ممكن تخلص مثلا في 1000 سطر كود، انت ممكن تعملها لي في عدد قليل. هو ده مش ناصح اللي هو عملها في عدد قليل، يعني مثلا ما تفتكرش اللي هو مسح سطور، لا، ده جاب فكره كويسه خليته على طول يعملها لك في اسرع حاجه. يعني مثلا وليكم مثلا اقولك استخدم فور لوب او استخدم هواي اللوب، انما التاني ده بدا يعمل لك كل حاجه ورا بعضها، بدا يعرف حاجه اسمها فاريبلز، يعرف فاليبل بالقيمه دي وفاريبل بالقيمه دي وفاريبل بالقيمه دي، وقول لو انا عايز اجمع القيمه دي زائد القيمه دي تطلع لي القيمه دي. تمام، لو في حد بروجرامر بيسمعني اكيد هيكون فاهم. فايه الفكره كلها دلوقتي، انا لما اجي اوظف بوظف واحد هو اوريدي عمل الفكره دي قبل كده، او عارف دخلتها ازاي، او عارف ايه اسهل طريقه اللي هو يعملها.
على عكس واحد تاني بيقعد يفكر لي كده يقول اه لقيتها ويوم على طول بيكتب لي الكود وخلاص اهو شغال اهو يا فندم. لا ده ما ينفعش. انت دلوقتي من كتر البراكتس بتاعك انت بيظهر لك افكار جديده، عقلك نفسه بيعرف ازاي يفكر كبرمجيا. تقول مثلا لو عملت الكوماند ده الاول، طب انا دلوقتي ممكن اخزنهم الاثنين في فاريبل واحد، طب انا ممكن اعمل حاجه اسمها اوبجكت احط اخزن فيه الحاجات دي كلها وبعد كده ارجع تاني انده على الاوبجكت ده، وبعد كده اقوم رامي الاوبجكت ده هينده لي على الاوبجكت التاني، وبعد كده اقوم حطتهم في زرار، الزرار ده اجي اشغله هيشتغل. فاهمني؟ انما على عكس واحد تاني بيفكر تقليدي او كلاسيك، فده ما ينفعش. فانا امتى بتجيلي خبره الديفلوبر كويس؟ ان انا بعمل براكتس على طول، بجرب الكود مره واثنين وثلاثه، كل شويه انت بتجربه بيطلع لك فيه باجات او بيطلع لك فيه اكسبشنز اللي هي اخطاء، فانا ازاي اعالج الاخطاء ديت، ازاي ارنها بسرعه كويس. البراكتس اهم حاجه. تالت حاجه الشيرنج كودز. زي ما كنت قلت في مثال من شويه، انت اوريدي بتكون كاتب كود، الكود ده انت مش عارف ناقص ولا هل ممكن يتعامل بطريقه تانية، ممكن يتعامل بعدد سطور اقل، ممكن يتعامل اسرع. فانت ساعتها في عندك كوميونيتيز او عندك زي جروبات كده اونلاين بتعمل حاجه اسمها كود هوستنج، ان انت بترفع الكود بتاعك عليها وبتعمل مشاركه لاصدقائك والاصدقاء اللي انت بتدعوهم، بس تقول لهم يا جماعه خش شاركوني في الكود ده. يمكن اكتر الناس اللي بتستعمل الشيرنج كودز الناس اللي شغالين في مشاريع التخرج او في الشركات، اللي هو اوريدي بيكون المشروع بتاعي كبير لدرجه ان مثلا بيكون فيه 10 ديفلوبرز شغالين، كل واحد مثلا واخد جزء، فاي حد بيعمل كود بيقوم رفعه على الويب سايت او بيرفعه على الهوستنج ده، وصاحبه بيجي يشوف ايه التعديلات اللي عملها وعلى اساسه بيقوم شغال وراه. حلو. فشيرنج كودز ديت بتفيدك انت قبل اي حد تاني. اخر حاجه خالص يوز اي دي اي. الاي دي اي اختصار انتجريتد ديفلوبمنت انفايرومنت، اللي هو المكان اللي انت بتكتب فيه الكود بتاعك. طبعا في ناس كتير اللي هم البروجرامرز او الديفلوبرز المحترفين لما يجي يكتب الكود بتاعه بيفتح ملف نوت باد وتلاقيه قاعد بيكتب سطور ورا بعضها كتير كده، وانت قاعد ودانك بتطول بس كل ما يكتب كود زياده، ايه ده انت بتعمل ايه، يخرب بيتك عملتها ازاي دي. حلو. هو من كتر التعود بتاعه من كتر براكتس بدا يوصل لمرحله اللي هو خلاص بقى بيكتب كل حاجه، بقى عارف يعني بقى حافظ هي بتعمل ازاي. في بعض الناس تانية بتحب على طول تستخدم حاجه اسمها انتجريتد ديفلوبمنت انفايرومنت، دي بيئه التطوير. يعني انت اكنك بتكتب الكود بدل ما تكتبه في تكست باد او نوت باد، انت بتفتح البرنامج اللي هو بتاع الاي دي اي، وليكن مثلا فيجوال ستوديو او اكليبس او نيت بينز او ابتانا وات ايفر، بتكتبه هو نفسه بيساعدك. وليكن مثلا تقول له دلوقتي انا فتحت الاي دي اي بتاعي، عملت نيو بروجكت، اخترت البروجكت اللي عايز اعمله مثلا بايثون، فانت طبيعي كل ما تيجي تكتب كود الاي دي اي نفسه فاهم انت بتعمل ايه، فتلاقيه بيقوم عامل لك اوتو كومبليت. يعني مثلا جيت اقول مثلا برنت احمد سلطان، اطبع لي كلمه احمد سلطان، فانت لسه بتكتب كلمه بي ار وبتضغط تاب، زرار التاب هتلاقي على طول الاي دي اي يقول لك انا فهمت انت عايز تكتب برنت، اديني كملتها لك. يعني انت عايز تعمل برنت ايه بقى؟ اوكي، زي بالظبط الورك سيستم بتاع سيسكو لو الناس شغاله عليه، انت بتكتب الكوماند وبتكتب تاب او بتعمل عليه استفهام تلاقي هو بيعمل لك اوتو كومبليت او بيطلع لك هيلب بتكون مساعده ليك. هنا الاي دي اي بتعمل الكلام ده، فانت عندك الاي دي اي بيساعدك بمنتهى الجمال وبسهوله جدا. حلو. الكونديشنز دي طبعا من وجهه نظري انا، انت ممكن كواحد ديفلوبر او واحد بروجرامر متمرس اكتر في المجال ممكن يقول لك كونديشنز ثانيه، بس انا بقول لك الكونديشنز ديت اللي مشت معايا واللي ساعدتني انا كنتورك انجير ازاي ادخل المجال بتاع الديفلوبمنت كويس. الريسورسز اللي عندك بقى، او انا دلوقتي خلاص انا دلوقتي نتورك انجير وبدات ادخل في البرمجه، عايز اشوف اعمل انتجريت الاثنين او اعمل ميكس ما بين البرمجه والشبكات، وهل في اماكن ممكن اشتغل فيها برمجه وهي اصلا شغاله شبكات؟ هقول لك اول حاجه عندك سيسكو ديفلوبر كوميونيتي، ده كوميونيتي تبع سيسكو للديفلوبرز فقط. خليني كده افتحه. هوت. هنا سيسكو بتقول لك انت عايز تعمل ابلكيشنز ايه بالظبط، هل انت عايز، هنا طبعا في فيديو توضيح هنا في الجنب، عندك جيتنج ستارتد لو انت عايز تشوف انت عايز تعمل ايه. خليني مثلا اجيب التكنولوجيز، خليني اجيب الابلكيشنز اللي اوريدي سيسكو عاملاها قبل كده. انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ عايز تعمل ابلكيشنز للكلاود، ولا عايز تعمل الكونكتد جريد، ولا عايز تعمل الموبيليتي، ولا عايز تعمل الفيديو، ولا عايز تعمل اوتوميشن والنتورك سكيورتي. اوكي. بعد كده هنا في حاجه اسمها الاي بي اي او الاس دي كي لو انت عايز تعمل سيرش عليها، لو انت عايز تجيب وسائل مساعده. الاي بي اي ديت سيسكو اصلا مطلعاها بتقول لك خد ديت اشتغل عليها وانت بتطبق البرنامج بتاعك. اوكي، ده كمثال.
ممكن نطبق نفس المثال التاني بردك على شبكه مايكروسوفت. شبكه مايكروسوفت بردك بتعطيك هنا اللينك وتقول لك لو انت عايز تعمل برامج انا بديك الوسائل المساعده وبقول لك ازاي تطبقها وازاي تعملها بعد كده. حلو. طبعا ده كان كل اللي كنت عايز اقوله في الموضوع ده. الموضوع بتاع البرمجه جميل جدا وسهل وشيق، بس عايز واحد من البدايه هو عارف هو عايز يعمل ايه وعايز يوصل ازاي. حلو. اشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.